السلام عليكم متابعين قناة سام سبورت. بهالفيديو إن شاء الله تعالى راح نحكي شوية تفاصيل عن مباراة منتخب سوريا ومنتخب الصين، وليش المنتخب الصيني قرر تغيير وقت المباراة من الساعة 8 للساعة 9، وهل المواجهة قد تكون مواجهة تاريخية بنظر بعض الإعلاميين والجمهور، لأني راح تكون مباراة فاصلة بكتير من الشغلات. خليكم معنا بآخر فيديو راح نحكي التفاصيل. فكمان طلب صغير، بتمنى منكم توصلوا لهذا الفيديو لألف لايك، صار لي نهارين غايب عن اليوتيوب، كنت تعبان كتير كتير بصراحة، ولسه حتى القريب مأثر علي شوي. وكمان من بعد أمركم طلب صغير، عملت حساب تيك توك فيها فيديوهات شوية حلوة، يعني نوعا ما بنظري حلوة، فبتمنى كمان انتم إذا تحبوا تتابعوني على تيك توك، الرابط موجود بصندوق الوصف وأيضا ثبت بأول تعليق. والمهم نرجع لموضوع الفيديو، مباراة سوريا والصين. مثل ما حكينا، مباراة قد تكون تكسير عظام بالنسبة للبعض، فأنا بالنسبة لي مباراة مثل أي مباراة تانية عادية، يعني إذا فزنا فيها كتر الله خير، قد حققنا رقم قياسي جديد، وإذا خسرنا لا سمح الله نحن خالصين. نحن الهدف اللي بدنا إياه إنه نحن وصلنا لنهائيات كأس آسيا بال 2023، ووصلنا كمان للتصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم، فأنا هذا المهم عندي بصراحة. لو لا سمح الله كنا مثل بعض المنتخبات ايران ومنتخبات العربيه الاخرى، لسه كنا عم نحسب عن نقطه ومين راح يتاهل ومين راح يفوز ومين راح نلعب على حساب المنتخبات الغير. لا، نحن الحمد لله قبل نهايه التصفيات بجولتين تاهلنا لكاس اسيا والتصفيات الحاسمه، فعن هذا المهم عندي بصراحه. كمان مع بعضنا راح نشوف لقاءات التاريخيه بين منتخب سوريا ومنتخب الصيني. في بعض المواقع الكبيره حكيت انه في 14 لقاء تاريخي بين المنتخبين، وكما في بعض المواقع التانية شافت انه في 11 لقاء، وانا كمان بحبشت شوية على الانترنت شفت الموجودين 12 لقاء مع اللقاء الاخير بالمحل الذهب. وخلينا نشوف مع بعضنا اللقاءات ال 12 اللي انا حصلتهم على الانترنت ما بين منتخب سوريا ومنتخب الصين. اول لقاء كان لهم بعام 1980، فاز منتخب سوريا 1-0 على منتخب الصين، كان ضمن تصفيات كأس آسيا في الكويت. وأما اللقاء الثاني كان بعام 1988، فاز منتخب الصيني على منتخب سوريا 3-0، تصفيات كأس آسيا في قطر. وأما اللقاء الثالث بين المنتخبين كان بعام 1996، فوز منتخب الصين على منتخب سوريا 3-0 بتصفيات كأس آسيا في الإمارات. وأما اللقاء الرابع ما بين المنتخبين بين منتخب سوريا والصين كان بعام 2004، فاز يوميتا منتخب الصيني 3-1 على منتخب سوريا مباراة ودية ضمن بطولة البحرين الدولية. وأما اللقاء الخامس ما بين المنتخبين كان بعام 2008، فاز منتخب الصين 2-1 على منتخب سوريا، طبعا المباراة كان ضمن أيام الفيفا مباراة ودية. اللقاء السادس كان بعام 2009، فوز منتخب سوريا، وأخيرا شفنا فوز لمنتخب سوريا 3-2 على حساب منتخب الصيني، كان تصفيات كأس آسيا بقطر 2011، مباراة أنا حضرتها، مباراة كانت أكثر من رائعة على منتخب سوريا. ومباراة السابعة كانت مباراة الإياب، انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. وأما مباراة الرقم 8 ما بين المنتخبين كان بعام 2010، فوز منتخب الصين 2-1 على منتخب سوريا، كمان ضمن أيام الفيفا، كانت مباراة ودية. وأما اللقاء التاسع كان بعام 2017، فوز منتخب سوريا 1-0 على الصين، تصفيات كأس العالم 2018، طبعا اللقاء كان ب 2017. مباراة الإياب المباراة العاشرة انت بعام 2017 انتهت لنا اللقاء ب التعادل الإيجابي ما بين المنتخبين 2-2. وأما المباراة الرقم 11 كانت بعام 2018، مباراة ودية، فاز منتخب الصيني 2-0 على منتخب سوريا، مثل ما حكينا ضمن أيام الفيفا مباراة ودية. وأما المباراة الأخيرة كانت بعام 2019، فاز منتخب سوريا 2-1 على منتخب الصين، تصفيات كأس العالم 2022، التصفيات الحالية طبعا، وكأس آسيا. فرح بنستنى مع بعضنا اللقاء الأخير اللي رح يجمع ما بين المنتخبين، ورح بنشوف الغلبة رح بتكون لمين، لمنتخب سوريا أو منتخب الصيني. فشفنا هون كفة منتخب الصين الأرجح. طيب نحن هون بنسلم على التاريخ شوي، معلش نحن أولاد اليوم، تصفيات غير، لاعبين غير، مدرب غير، يعني
مباراة مثل ما حكيت في بداية الفيديو مثل أي مباراة عادية مباراة تانية. فهون الضغط الكبير على منتخب الصين بصراحة، نحكي شوية تفاصيل على المنتخب الصيني، وشفنا الضغط الإعلامي الهائل على المنتخب الصيني. يعني اليوم نحن مرتاحين، شاء من شاء وأبى من أبى، نحن متأهلين ومرتاحين وعين الله علينا، إلا في شوية بعض التفاصيل الصغيرة رح نحكي عنها شوي تاني. فالإعلام الصيني ضغط بشكل كتير كبير على منتخب بلده، منتخب الصين طبعا. فنحن هون لازم نستغل هالأمور. طبعا رح نشوف تشكيلة المنتخب الصيني أو خطة هجومية لمنتخب الصين، أكيد رح يلعب بخطة تكتيكية محكمة تكون خطة هجومية. فهون لازم لاعبينا يستغلوا هالفرصة، يستغلوا هالمساحات، المساحات ما بين اللاعبين الصينيين، راح يدركوا الدفاع وراح يهاجموا بشكل كتير كبير. هن الغاية منهم انه يفوزوا، ان هن الهدف ما في غير الفوز امامهم. لا يعني في حال خسارة المنتخب الصيني راح يودع التصفيات الحاسمة. طبعا هو متأهل للنهائيات الآسيوية كهو منظم البطولة او مستضيف للبطولة، فما همه انه قدر الامكان انه يوصل للتصفيات الحاسمة. فمثل ما حكينا نحن مرتاحين كمنتخب سوريا بشكل عام، نحن مرتاحين الا ضغط شوية الاعلاميين وشوية صفحات الفيسبوك والسوشيال ميديا بدهم اداء. فمنين طلعوا لي بنغمة الاداء ما بعرف والله. المهم انك عم تحقق انتصار، عم تحقق نقاط، هدفك وصلت له، ذكرتها باكثر من مرة. نحن هدفنا وصلنا لكأس آسيا بال 2023 للمرة السابعة بتاريخ الكرة السورية، وكمان للتصفيات الحاسمة. نحن وصلنا للتصفيات الحاسمة مع منتخبات الكبيرة، 12 منتخب نحن بيناتهم، 11 منتخب طبعا. فضغط الجمهور قد يؤثر على اللاعبين، فأنا بعون الله ثقتي باللاعبين كتير كبيرة، إن شاء الله رح نحقق نتيجة إيجابية. في بعض الجمهور وبعض المواقع التواصل عم بيتمنوا إنه حتى لو خسر المنتخب، ولكن يا جماعة العبوا هيك والله بصريح العبارة عم بيحكوا. ليش؟ لأن هالتصفيات محسوبة علينا، وهالمباراة بالتحديد محسوبة علينا. يعني نحن بالأيام القادمة رح يطلع الترتيب العام للمنتخبات حسب تصنيف الاتحاد الدولي، فنحن الاتحاد الآسيوي رح يصنف في المنتخبات على حسب النتائج، تمام؟ فهون نحن بهمنا نكون مركزنا متقدم. مشان ليش؟ مشان نلعب مع قدر الامكان، قدر الامكان يكون بمجموعتنا اكثر من 3 منتخبات، اقل من منتخب استراليا، اليابان، وايران، وحتى ايران مهدده حكيناها بالتفاصيل. والنقطه الاخيره، ليش المنتخب الصيني غير موعد المباراه من الساعه 8 للساعه 9؟ فهون المدربين والاتحادات المحترفه بيلعبوا، وكره القدم هي بتلتعب على نقاط صغيرة، تفاصيل صغيرة. ليش قرروا يلعبوا الساعة 9؟ مو انه شو ما شو هي حجة بصراحة يعني. فهون تقريبا اغلب المباريات راح تنتهي، تمام؟ اغلب المباريات راح تنتهي باستثناء بعض المباريات او مباراة او مباراتين. فهون المنتخب الصيني راح يلعب على نتائج منتخبات الغير. شوفوا شو التكتيك، شوفوا الاحترافية، يعني راح يلعبوا على نتائج الغير. حتى إذا خسر المنتخب الصيني، يعني إذا شاف حاله خسران وشاف مثلا منتخب الصين أو عين خسران، فراح يعمل جهده إنه يربح هالمباراة، لأن مصيره بإيده وبإيد المنتخبات الغير. إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي، مشان ما نطول الفيديو أكثر من هيك. فاستنوني بفيديو القادم، راح يكون عندنا فيديو مهم مهم جدا. مين هو المدرب البديل في حال رحيل الكابتن نبيل معلول؟ هون نحن عنا دائما وقت اللي يرحل اي مدرب في عنا فراغ كامل، شهر ونص او شهرين، ورجعوا للتاريخ بتعرفوا هذا الشيء. فاستنوني بفيديو القادم، راح يكون عنا فيديو مهم جدا. وتضلوا بخير وصحة وسلامة. السلام عليكم متابعين قناة سام سبورت.